كذلك الحلويات حاضرة في هذا البرنامج دائما اللي ورشات بلا ما تخرجوا يعني من منازلكم مع السخانة والآخر. الناس اللي ما راحتش عطلة فقط ديروا قناة شروق حطوها راح تستمتعوا بالوصفات. كذلك قلت لكم أنه البرنامج دائما عودتكم في الصيف بمفاجآت، فإن شاء الله من الأسبوع الجاي حتكون مفاجأة للبرنامج كما عودكم دائما. الرقم الهاتفي دائما يظهر أسفل الشاشة في خدمتكم، تقدروا تصلوا بنا على هذا المباشر وفي استقبال دائما مكالمتكم على الرقم 023 70 92 94. سعداء باستقبال اتصالاتكم وكذلك باستقبال تعليقاتكم على الفيسبوك في المباشر اللي حطوه في الفيسبوك للصفحة الرسمية لقناة الشروق تي في. يلا تعودوا دائما لي شيف حاضرين معنا، شيف ناديه، شيف بشرى، والشيف كريمه ام فارس علي اللي تخدمكم دائما يوم الاثنين والخميس بوصفتها الرائعه. اليوم كذلك انا محضرت لكم وصفات رائعه، وصفات خفيفه، حبينا نخرجوا شويه من اللحم، على بالي راكم مقهومين من اللحم بوزلوف الدواء والركده، فحبينا نخرجوا ونعاودوا نولوا كذلك الاكلاتنا الطبيعيه، خاصه انه مع موسم الصيف ومع السخانه لازم ندير لكم وصفات خفيفه. في نفس الوقت كذلك كما قلت لكم دائما نعطيكم بعض الاقتراحات للحلويات وحتى لعرضاتكم، بما انه حجاجنا الميامين اللي ربي يتقبل منهم ان شاء الله راهم يعاودوا يولوا، بما انه الافراح راح تكون ان شاء الله في موسم الصيف من نتائج بكالوريا نتائج شهاده التعليم المتوسط، فدائما نتقاسم معكم الافكار اللي تقدروا تحضروهم في هذه المناسبات. تعودتوا كذلك من البرنامج انه قبل ما نبداو الحلقه وقبل ما نشوفوا واش كاين على الطاوله نرحبوا بكل الممولين لهذا البرنامج. نبدا بشوكولا باتيسي اللي حاضره معنا كممول للبرنامج بادواق مختلفه لانواع الشوكولا، بيضاء سوداء بالحليب وكذلك بالبندق. الممول هذا ديالنا باتيسي اللي قلت لكم شوكولا رائعه كانوا يستعملوها العديد يعني لي شاف في ثلاثه في وصفاتهم. ممول اخر كذلك مشاهدينا تعودتوا عليه دائما في البرنامج كسكس سوسيمي وكذلك لي طاغلياتيل تاع سوسيمي اللي دائما هذا الممول اللي حاضر معنا ثاني في البرنامج. دائما نهضروا على جوده المنتوج المحلي ومن اجود يعني المنتجات، كذلك الممول ديالنا لابيل اللي حاضر بارز بسمتي وعندهم العديد يعني من المنتوجات لمجمع لابيل. ممول اخر كذلك تعودتوا عليه ويعني ولا ما يخطيش الكونتور تاعنا تاع الشيف، ما ولاش كذلك يخطي منازلكم، مارغارين ماني حاضره معنا بالمارغارين وكذلك السمن ديالهم من اجود كذلك المنتوجات. الحاره كذلك مجمع الحاره حاضر معنا بطماطم الحارة وكذلك المايس ولي شامبينيون ديالهم لنفس المجمع مجمع الحارة. دائما رحبوا بكامل الممولين ودائما دعموا المنتوج المحلي اللي راهو فيه تحسن وفيه تطور كبير. ربي يحفظ لنا بلادنا ويحفظ لنا اولاد بلادنا وين ما كانوا. تحية كبيرة الى كل المتتبعين كل الاوفياء اللي تابعونا داخل وخارج الوطن، واكيد احنا انا متفكرينكم، واكيد كذلك الناس اللي ما يقدروش اللي في الخارج وما يقدروش يزوروا بلادهم في هذا الصيف، احنا حين نقول لكم ان شاء الله كل الاجواء اللي دائما قناه الشروق معودتكم بالتنوع ديالها اللي تمدوه لكم في كل البرامج. طاوله راهي مزينه، راه فيها على ما اظن كوسه محشي وبنجال محشي، راه فيها فطائر، فيها على ما اظن تاخت المشمش، هكذا لا تاخت تاع المشمش راهي دايره حاله اليوم. كريمه راح تمتعكم بوصفات رائعه. واش راكي كريمه؟ راكي مليحه؟ صحه عيدك وكل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير ان شاء الله، كل عام وينعاد عليك بصحه ان شاء الله. انتي ثاني حبيبتي في رمضان في العيد بليتو. خلعتيني قلت من رمضان ما تلاقيتش انا وياها العيد. صح ما تلاقيناش العيد، ما تلاقيناش، لكن كنت شفتك خدمتي في الصباح ثاني يوم على ما اظن. ثاني يوم الحمد لله. انت رائعه وجميله كالعاده. ربي يحفظك. شكرا. انا كذلك نوجه تحياتي لجمهورنا الكريم جمهور الي شاف، نقول لهم كل عام وانتم بخير، ولو اني درت لهم اهداء خاص في ثاني يوم الو شاف. درت لهم اهداء لينا الجميع وكذلك المشاهدين الكرام، نقول لكم كذلك كل عام وانتم بخير وان شاء الله جوزتوا اوقات ممتعه مع العائله تاعكم. اليوم وصفات كما قالت حبيبتي سميه هايلين، من الافضل يعني تابعوهم. شوفوا كاين تنوع اليوم، تنوع دخلنا الخضار بزاف، اللي بعثوا لنا ميساج حبوا اكلات يعني بالخضار.
دخلنا فاكهه الموسم يعني مشمش اون تارت بزاف بزاف سهله تقدروا ديروها في وقت وجيز، والبنه ما نحكي لكمش. ودرنا فطائر كذلك على بال نحبوا العجين، وبداو الخرجات وبداو يعني هكا مع الاولاد اللي يروحوا البحر ولا يروحوا الغابات هكا يدوا معاهم، نبداو لكم في تحضيرات او الامور اللي تقدروا تدوهم معاكم وكذلك ما يخسروا لكمش. دونك كاين تنوع اليوم في الوصفات. اكيد في الوصفات، وكما قلت لهم خلاص بدينا نكرهوا هذيك تاع اللحام وبدا دوزنا. وبما انه كذلك كاين بزاف ناس ما ذبحتش، ف دائما نعاودوا نقولوا الوصفات الرائعه والوصفات الخفيفه. باش نبداو راح نبداو بالعجينه تاعنا تاع الفطائر باش ندير لها تخمر. نقولوها بيتزا تركيه او فطائر تركيه نفس الشيء، المهم راح نتحصلوا على يعني عجينه بزاف هشه وبنينه، وراح نديروا تشكيلها مع بعض كذلك. دوك راح نبدا بالوصفه تاعنا الاولى. راح ندير كاس حليب، كاس الحليب تاعنا راح ندفي، راح ندير لهم ملعقه كبيره تاع خميره الخبز وملعقه كبيره تاع السكر، راح نخليهم يتفاعلوا. بعدها راح نزيد نفس الكاس اللي درنا به الحليب، راح نديروا ربعه زيت، وراح ندير حبه تاع البيض، وراح نبدا نزيد في الفرينه اكيد والملح اخر حاجه حتى نتحصلوا على عجينه تكون شاده روحها. حنشوفوا مع بعض القوام تاعها. يلا اكيد كل الوصفات كما عودتكم برنامج دائما تلقاهم مكتوبين على الشاشه، واكيد رحيم في كل مره المخرج راح يحطهم، وحنا كذلك راح نعاودوا الوصفه. هاد الوصفات اللي مطلوبين كما قلنا من الوصفات اللي نسحقوهم في الصيف، خاصه بما انه دوكا تولي الخرجه، وحنا دائما ننصحكم بالاكل الصحي اللي تكونوا حضرتوه في المنازل ديالكم، خاصة كي يكونوا لي فرماج ولا يكونوا لي صوص، يكون لحم ولا بولي، يعني كامل هاد الأشياء لازم تردوا بالكم منهم مع الشيء كي ترتفع تولي الحرارة في الصيف. أيه. صح تبدا هذيك تاع كور وعطي العوار، يعني الزيت ما يتبدل، الدجاج ما يتغسل كذا. من الأحسن من الأحسن يديروا حاجة في الدار ونعطوهم حنايا، تاع إذا كانوا خلطات فيهم صوص روج ولا نقصوا منهم، وعلى بالنا بلي حنا نخرجوا لا جورني. دونك كاين امور نمدوهم لهم مع بعض، وكاش نهار ندير لهم عفسه واش نقدروا نديروا، يعني واش نقدروا حبيت ندير لهم السنه الجايه او بعدها. يا اخي انا هضروني حكم التاليه. لا هذه في بالي السنه في القفيفه برك، ندير لهم عفسه تاع واش نقدروا كاع نخرجوا معنا في وتجي نخرجوا كاع كيف كيف مازال شويه. هذه عليك ان شاء الله. تعطينا هكذا كريمه فكره واش نقدروا نخرجوا معنا ولا كيفاش نحضروا، خاصه احنا سيدات نحبوا حاجه اللي تكون سهله الدقيقه الاخرى، يعني كما نقولوا نوجدوا العجينه في الليل ونطيبوا ونديروا غير لافاكس مع الصباح، وتدي هذيك القفيفه تاعك مع وليداتك، الناس اللي راهم يتمتعوا بشاطئ البحر، حتى الناس اللي ربما بعيد عليهم البحر وكاين بزاف اللي رجالهم يخدموا ما يدوش كونجي كامل. الحمد لله يعني بلادنا فيها غابات، فيها مناطق شابه وين يقدروا يخرجوا ثاني هما. كاين اللي يحب البحر، كاين اللي يحب العكسه، كاين اللي يحب الغابات، الدراري يلعبوا قدامه. صح دونك راح نحط الحليب تاعنا هنا سخون شويه، خليه حتى يتفى. دائما نقول لكم الحليب ما نديروه سخون بزاف، ما نديروه بارد بزاف باش ما تحرقناش الخميره تاعنا. فوالا خليها شويه تدفى. راح نزيد ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، عجينه بزاف سهله، ملعقه كبيره تاع السكر. يلا عندنا اول اتصال لينا اليوم، استقبلوه مع بعض. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مساء الخير. مرحبا. مرحبا سمية، نحبك بزاف حبيبتي، يعطيك الصحة، أنا ثاني نحبك. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. شكون معايا؟ معك آية بوزيلة من ولاية ميلا. آية؟ إيه آية بوزيلة. آية بومسيلة. بوزيلة. بومقيلة. بوزيلة. يلا. يلا معليش آية، مرحبا بك آية. مرحبا بك سمية، واش راكي لاباس؟ الحمد لله، شحال في عمرك آية؟ أنا عمري 13 سنة. إيه بنت لي لافوا صغيرة، الله يبارك، وتبعي البرنامج؟ نتبعوا بزاف ونحبوا بزاف. إيه الله يبارك ما شاء الله. وماما ثاني تحبك بزاف. بوسيها لي سلمي لي عليها. قالت لك ثاني نحبك بزاف ونسال عليك. واش قالت لك؟ قالت لك ثاني نسال عليك. اي تسال عليا، انا ثاني نسال عليها، سال عليها وقولي لها تحياتنا ليها، وتبعوا دائما البرنامج كامل العائلات. نعم تبعوه بزاف، وخوالي وعمامي كامل اللي تبعوه. الله يبارك الله يبارك، تحياتنا كامل ليهم. وكاش ما واش جوزتي واش راكي من سنه 13 سنه عندك البيام؟ نو نو ما عنديش بيام، اليوم عيد ميلادي. اليوم عيد ميلادك، إيه أنا سكسي فيك على القراية وأنت عيد ميلادك، صح؟ واش راكي واش من سنة؟
انا سنه طالعه سنه ثالثه متوسط. سنه ثالثه متوسط صافي ايه خلاص. سنه ثالثه متوسط ايه طالعه سنه ثالثه. الله يبارك الله يبارك. يلا عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بخير. حابة نقدم اهداء صغير فقط. يعني نقول لك عيد ميلاد قولي لي ميرسي طاطا قولي يعطيك الصحة قولي لي صحيتي انا وكريمة في زوج راح نغنوا لك. غني انت كاينين طاخت صح كاين راه كاين لا طاخت نديروا لك عيد ميلاد. يلا تفضلي قدمي اهدائك. نهدي تحياتي الى ماما وبابا وخويا ادم الصغير وويصال ووئام ونهدي ثاني تحياتي الى عائله بوهزيله وعائله قصر بغدوش ونقول لهم كل عام وانتم بخير. ونهدي تحياتي ثانية الى كل طاقم الو شاف وكل كل قناه الشروق وقول لهم صحه عيدكم ثاني. شكرا وكل عام وانتم بخير. شكرا شكرا ربي يحفظك ربي يطول في عمرك ان شاء الله وعيد ميلاد سعيد ان شاء الله. ان شاء الله الى اللقاء. الى اللقاء مع السلامه. ما شاء الله عليها ربي يحفظ لكم كامل وليداتكم وينجحهم ان شاء الله يا رب ويرزق كل محروم باذن الله. كذلك الناس اللي دائما نقولها ونعاودها اللي راهي تستنى في نتائج شهاده التعليم المتوسط وشهاده البكالوريا ربي يكون معاكم على ما اظنش تخرجوا النتائج تاع البيان نورمالمون غدوه. غدوه نورمالمون يلا ما عندكش انت سنه. لا لا لا, لا. يلا كريمه واحمد يقولوا لي غدا ان شاء الله راح يكونوا النتائج الغدوه انا ما نكونش معاكم راح تكون اسيا ان شاء الله دائما تخدمكم ثلاثه. نحب نسمع تولول ولا استناوني حتى ندخل السبت. استناوني ندخل السبت وعيطوا لي نسمع هذوك الصغار في التليفون نفرحوا معاهم. صح جوستومون في العيد كانوا سقساوني كانوا سقس على كانوا يعني كي كنا نهضروا الاتصالات كانت تمتم اشوف كريمه الو شاف دونك طرقنا الو شاف. قالوا لي زعما كيفاش الجمهور قلت لهم الجمهور الو شاف صغير كبير كاع الاعمار. صح على بها هضرنا عليهم في العيد وجهنا لهم اكيد تحيه. لانه اللي تتصل تقول لك الو شاف سميه قالوا لي الجمهور رجع البرنامج بقوه اليوم. الوغ قلت لهم لا لا قالوا لي ما لا واش رايكم فيه قلت لهم جمهور الو شاف جمهور وحده صغار كبار صح كي نخرجوا تلقايهم كاع يتبعوا جمهور واسع الله يبارك. تقول لك انا وتقول لك يما كيما دوكا. صح صح ما شاء الله عليهم ربي يحفظهم. يلا نعاودوا نرجعوا اكيد للوصفه وصفه الفطائر اللي كنتوا شفتوها على الطاوله واش درتي فيها كامل شفتك سخنتي الكاس تاع سخنا دفيناه باسكو ما نسحقوهاش يعني سخون ولا بارد قلنا دائما العجينه تكون يعني الحليب يكون دافي. درنا مغرفه كبيره تاع خميره الخبز مغرفه كبيره تاع السكر خليناهم يتفاعلوا شويه ورحنا زدنا لهم ربع كاس تاع الزيت او الزبده باش نعطيكم كو شباب ذوبوا الزبده تاعكم ودوا هذاك ربع كاس تاع يعني الزبده. بعدها زدت حبه تاع البيض وبديت نزيد في الفارينه تاعنا هنا اكيد ديت فارينه سوسيمي وزدت مغرفه تاع ملح صغيره وراح نديرها في الريسيبيون تاعنا نعجنها شويه عكس واش مرفه نقول لكم يعني العجينه تكون شويه يعني شاده روحها نعجنوها واحد خمس دقائق ونخليها تختمر. يلا وصفه سهله سهله وثاني راهي قدامهم في الشاشه. هنا الفكره بكره اللي حاطوهم صلصه بيضاء اليوم يعني كنا مدنا لهم صلصه حمراء عده مرات اليوم راح نديروا صلصه بيضاء وشتي هذوك اللي حبوا سهله راح نوجدوها بفخوماج كراميليك يتقدمنا ويجوا هكا حاجه سهله باش هكا يديروها يعني ابيها قلت لهم هذو من الاشياء السهله تقدروا تدوها معاكم. صح من الاشياء السهله وثاني لما قلتي صوص بيضاء اكيد راح تكون نقولوا صحية لأنه أكلنا كامل ماشي صحي لكن راح تشد وراح يكون فيها خطورة عكس الصلصة الحمراء. نخافوا الصلصة الحمراء كي يكثروا منها وما يطيبوهاش ما يعني ما يخلوهاش تجمر يديروها بيان ولا يديروها مغرفة تاع السكر ولا يخافوا تقراص لهم مع يعني فان جورني تقراص لهم على بيها. دونك فوالا العجينة تاعنا شوفوا تكون تكون يعني ملسة وتكون طريه لكن ما تلصقش بزاف ها في بلون دو خافاي تاعنا ما تلصقش بزاف فوالا راح ندير لها مغرفه تاع زيت ونخليها حتى ضعف الحجم تاعها تكون خفيفه في نفس الوقت خفيفه لكن لا تلصق فوالا. دونك واش نديرو نخليها تخمر انا بديت هنا بالعجين باش من بعد نعاودو نولو له ميم دوكا راح ندير لاباط تاع هذيك لا طخت تاعنا اللي انا نقول عليها في خمس دقائق نوضي ديريها شربي لاتاي دوك صح ديريها نتفكر كي دوك صح لانه سهله وتبدي المشمش وديري حطيها في الفوق يا اختي انا طيب لاتاك نلقاك الحل ما خلاص يا سيدي مازالوا عندي الحلويات تاع العيد
صحتك. اي والله غير مازالوا عندي الحلويات عليه، تسلم هادشي صحة انا ما ولهنا ناكلش ما بزاف شاء الله. الحلويات صافي. كل يوم يوم البارح طيبت ثلاثه ويدي حبيبه مقولة الله الله ما تفكرتينيش كي كانت. درتي اتاي نتفكر انا دائما في اتاي. كل اتاي نتفكر والله. صح كامل صح انا نقول البرنامج خلانا شغل نولوا عائله واحده، حتى يعني في العيد الكبير نعرفوا هذه الخطره كنت معوله والله هذا العيد ندير انا الحلوه وندير، ما درت والو ما درت والو، لانه العيد الكبير نعرفوه يعني ماشي تاع حلويات، لكن الحمد لله صح. شيف بشرى بعثت لي حقي تاع الحلوه، شيف كريمه بعثت لي حقي تاع الحلوه كالعاده، كريمه دائما في كل الاعياد، ناديه دارت لي ثاني البقلاوه والله يعني مفاجاه ما شاء الحقيقه الله. الاخرى مسكينه البقلاوه المقروط الله الله البارح شربت به لاتاي. كتر خيركم ويعطيكم الصحه صحتك. يعني من الخواتات اللي ما تجيبهولكش الام لما تلاقاي بناس يحبوك، ويعني ماشي فقط لازم يكونوا خاوه كما نقولوا لازم يبعثوا لك ولا، لكن شوف هذاك التخمام تاع التبادل يعني نتبادلوا الحلوه ما بيناتنا، نتبادلوا الاطباق نتبادلوا، فشيء جميل ربي يخليهم ان شاء الله يا رب يدوم هذه النعمه في كل ان عيد شاء الله. ان شاء الله يبعثوا صحيتنا كامل ليهم ان شاء الله يا اكيد رب كريمه ان شاء تاني الله يكونوا بخير. كريمه البارح كنت نهضر اول اتصال من اول انسان في العيد صدقوني يعني قبل ما يعيطوا لي خواتاتي تعيط كريمه، وماشي غير معايا مع كامل. البارح كنت نهضر مع انسانه تعمل معنا قالت لي كريمه الوحيده اللي تتصل بيا مع الاوائل، هي الاولى اللي الحمد لله. تتصل. كما شكرا قلت رانا أسرة واحدة أكيد صح. بعد العائلة الصغيرة الأم والأب يعني تبدأي في صح. المقربين تكوين وثم العلاقات رقم أكيد مقربين لنا أكثر إن شاء الله ربي يدوم محبتنا إن شاء الله. نروحوا لا دوزيام بات دوكا، درنا العجينة تاعنا تاع الفطائر، لا طخت تاعنا تاع اليوم جد سريعة راح تكون بات صابلي لكن شوفوا هشة وسهلة ومام توجدها يكون جد سهل. وش راح نديروا فيها؟ انا درتها يعني بالميزان لكن حسبتها لكم بالملعقه هكا باش قاعد ديروها في الدار. راح نديرها دوكا عليه لان راح تقعد في الثلاجه 20 مينوت باش تشد روحها تبرد يعني شويه. ما فيهاش بزاف، فيها 180 غرام تاع الفارينه حوالي 8 غرف كبار يعني تاع فارينه، حنستعمل فارينه سوسيمي. يلا هذه بالنسبة للوصفة الثانية تاع لا طاقت هكذا تاع لا طاقت، نديروها باش تخليها في الثلاجة تبرد باش نستعملوها هكا باش نروحوا ل تخي بيان. يلا نستقبلوا اتصال مع بعضنا. الو 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 مساء النور. الو مساء الخير سمية، واش راكي لاباس؟ الحمد لله وانت واش راكي؟ والله الحمد لله رب العالمين ثم لاباس. الحمد لله. شكون معنا ومنين؟ ام اسلام من قسنطينة. ام اسلام من قسنطينة، واش راكي يا ام اسلام؟ والله الحمد لله. واش راهم الناس قسنطينة زينين؟ الله يسلمك لاباس الحمد لله انتم لاباس. الحمد لله يا ربي الحمد. كاش سخانة عندكم؟ الحمد لله. عندنا شوية سخانة هي. كامل يعني وقتها هذه هي بدات كامل السخانة. ربي يقدرنا ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي العالمين ان شاء الله. ثم كل لاباس الحمد لله. الحمد لله في نعمة الحمد لله. كيف جوزتوا العيد؟ داك ما كان صحا عيدكم وصحا عيد الطاقم تاع الشروق كله والشعب الجزائري كامل. شكرا لك حبيبتي شكرا ربي يحفظك انت ثاني صحا عيدك وينعاد علينا بالصحه ولهنا ان شاء الله. امين يا رب العالمين امين ان شاء الله. كاش ما تحبي تطلبي ام اسلام؟ نشكركم ونشكر البرنامج راهو في القمه الله يبارك. الحمد لله الحمد لله. عجبوك الوصفات كي تعابدي بعض والله اني نتبعكم دائما الحمد لله ديما الله يبارك لكم في القمه. الشيف كريم مع الشيفات الاخرين اللي معاكم الله يبارك ما شاء الله. ربي يحفظك شكرا لك. وانت الله يبارك لك يا بوبيه منوره الشاشه. ربي يحفظك ربي يحفظك الله يعطيك متمنى ان شاء الله. شكرا لك منوره بيكم. يعيشك حبيبتي يعيشك. شكرا لك ام اسلام سلمينا كامل على ناس قسنطينه. الله يسلمك حبيبتي الله يسلمك ربي يوفقكم ان شاء الله. تحياتنا لهم. مع حبيبتي. السلامة مع السلامة مع شكرا حبيبتي. شكرا شكرا لك. تحية لكامل الناس اللي راهم يشاهدونا من الشرق الغرب الجنوب الوسط دائما نقولوا مع ارتفاع درجة الحرارة دائما ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدركم، خاصة للناس اللي يعملوا برا مع تحت أشعة الشمس تحت هذيك السخانة دائما تفكروا خاوتكم
بقريعه ما بارده تكون في الكونجيلاتور الله الله نديروها، قلت لكم شي شرط نشرو الماء الطبيعي نغسلو قريعه الله الله نديروها تكونجلا. تفكروا كذلك الحيوانات برا طاسه هكا اشك فون بدلو الماء، يعني انا كي تتولي هكا سخان نتفكر الطير نتفكر القطه نتفكر اكرمكم الله الكلب نتفكر كل الحيوانات، يعني هكا ما راح تخسر والو، يعني طاسه فيك اختارت بدلو لها الماء ولا تحطوها عند الوسمو، يعني مع ارتفاع درجه الحراره كل ما يسخن الحال دائما نخمو هذا التخمام وربي يقدر ان شاء الله كل واحد. يلا نرجعوا للوصفات عنها اليوم، كنا قلنا درنا عجينه الفطائر خليناها تريح، ودوكا رانا في لاطاق تاع المشمش. هكذا لاطاق تاع المشمش هذه سهله ما فيهاش بزاف مكونات، فيها 180 غرام تاع الفرينه حسبتها لكم بالملعقه، ملعقه تاع الفرينه كي نقول لكم معمره معناتها ترفدوها ما تنفضوهاش ديريكتوم ارفدوها حطوا تحسبوا من مغارف، وراح ندير معها حوالي 100 غرام تاع الزبده، زبده تكون بارده يعني تكون في الفريجيدار وجبدتوها، راح ندير 100 غرام فوالا، وراح ندير معاهم ملعقه كبيره تاع السكر، السكر عاديه ملعقه كبيره تاع السكر باش ما تجينا الصامطه لاباط تاعنا، وعندنا قرصة تاع الملح باش نعدلو الذوق كما نقولو دائما ضرورية ضرورية. هاد لاباط هايلة وما حاش نجمعوها بالبيض ولا صفار بيض ولا، راح نجمعوها بالماء كلاصي بارد، عندنا 35 حتى 40 يعني حتى تجمع لكم، انا نعطيكم بالجراماج لكن نتوما حسب نوعية كل فارينة مهم تجمع لكم، اهم شي دوكا راح نبسو بيها الزبدة تاعنا مع هذاك السكر والفارينة، يعني هذه الخطوة لازم مهمة لأن ديجا زبدة تاعنا راهي جامدة لازم تولي كما زعما كرامبل، يعني حتى توري لكم بسة يعني كيما الطعام تولي دوكا حبيبات صغار، بعدها باش نزيد الماء مثلج مقلاصي. بات سهلة راح نبسها بيان باش نزيدو هذاك الماء. يلا يعني نبسوها ندخلو كامل هذاك الزبده مقلاصيه اي مع السكر، هذيك ملعقه تاع السكر لازم تكون مقلاصيه تكون فريجيدار قطع يعني جامدين باش تجيكم هشه العجينه تجي بزاف مبسه وهشه باسكو ما فيهاش حاجه زياده، وراح نجمعوها بالماء كلاصي. يلا لا تقطع قدامكم الشيفه راهي مسيدتها راهي الله الله تبان شوفي قطعيها جايه صح ايه راح نقول لك مش كي تدوقيها دوك صح، يعني راح نقول لك باللي ماشي هذيك لا تاخذ الخشينه ولا هي جايه رقيقه وخفيفه بالمشمش، مع انه وقتوش نعرفوا انه المشمش شتي ما يقعدش بزاف في روح نحب ثاني كونفيتور تاعو درته البارح وراح نديرو راح ديري انا حابه نديرو باسكو البارح درت في الدار بعد قلت علاش لا وقته انا قلت لا سنين رخص شويه باش يشرو الناس كونتيتي، لكن راه بدا شويه مازال شويه قلت باش ايه باسكو واش شتي تم يطيح تم ايه على بيها، والله غير البارح كنت نهضر في الموضوع شويه مازال ما هبطش بزاف شي بكري نشرو كاجو زوج دوكا مازال شويه صح غالي صح دوكا انا نشوف الفاكهه كل ما تدخل تقعد غاليه وتقعد حتى تخرج وهي غاليه ايه يعني الفاكهه ماشي كيما زمان نديرو منهم ايه فوالا دوكا واش نديرو كي ولات هكا يعني تبست بيان باش نروحو نزيدو الماء بارد تاعنا قلت لك الغريبيه اي والله هكا باش تجينا لاباط مليحه، يعني الزبده هذيك اللي كانت جامده كاع تذوب بين يدينا وبين في الفارينه يعني. وكان نجو نزيدو هذيك الماء تاعنا ونتجمعوها. يلا كاينه عائله متتبعه وفيه للبرنامج من مدينه سعيده. زدت عندهم طفيله واسمها كنزه، سموها كنزه تربى في عزهم ان شاء الله وعز والديها وربي يرزق كل واحد ان شاء الله. فنتقدموا التهنئه لعبيد فيصل اللي زادت عنده طفيله قلت لكم واسمها كنزه، تحيه ليه وكل عائله والف مبروك لمدينه لعائله عبيد عفوا بمدينه سعيده، ربي ان شاء الله يدوم الافراح. يقولوا لي كذلك الشباب انه اليوم كان عيد ميلاد زميله ايمان جنادي، نقول لها عيد ميلاد سعيد وطوالة العمر ان شاء الله يا رب، وربي يرزقك كل حاجه متمنيتها في حياتك ان شاء الله، ويرزقني واياك ذريه صالحه ان شاء الله يا رب. وايمان انا نحبها انسانه طيبه، يعني كل البنات طيبين هي زهره كل الزميلات، لكن اليوم عيد ميلادها حبيت ندير لها هذه التهنئه وربي يدوم ان شاء الله نجاحك ايمان جنادي. وتحيه كذلك للوالده تاعها من اوفياء البرنامج تبعنا دائما الوالده تاعها تحيه ليها.
يلا نرجعوا لك. لاباط تاعنا هي واجده تمتم تلمت، درت انا 35 حتى 40 غرام تاع ماء بارد، لكن انتم اكيد عينكم ميزانكم حتى تلم لكم يعني لاباط على حسب نوعيه الفارينه اللي عندكم، تحصلوا على اون بات هكا يعني هشه ومتماسكه في متماسكه، راح نديرها بافي فيلم ونخليها على الاقل ربع ساعه 20 دقيقه في الفريجيدار قبل ما نبسطوها في يعني باش تطيب. احنا ما نروحش نخليهم 20 دقيقه اكيد يستناونا، نروحوا على فاصل صغير نعاود نوليو. البث المباشر بوصفات اليوم اللي راح تخدمكم ان شاء الله الشيف كريمه بوصفاتها. كنا درنا العجينه تاع الفطائر وانا جبت لكم كاع من كل حاجه، جبت لكم شويه شويه باش نشوفوها مع بعضنا ونشهيكم كالعاده باش نوضوا ديروا الاطباق تاع اليوم. هذه كوسه وهذه لا تصيديها انت ولا نجيك نافونسي لك؟ لا قناصه. يلا شوفوا لي لا تاخت، شوفوا لي شحال رقيقه وشحال هشه. شوف هذا مشماش وهذا الفوق نعناع، ديكوراسيون تاع النعناع، وراهي دايره فيها شويه مكسرات. شوفوا ذوقي لافات، قولي لنا رايك. هشه تاع 5 ديريها. بنينه الحيه، هيا ولا غير بنينه بصحتك. شغل تحس لاباط تاعها شغل مقرمشه وفيها الكونفيتور تاع المشمش وفيها المشمش سيداتي. هذه تنتكل في دقيقه، هذه ما تقدريش ديريها لولادك تقعدي تسنايهم يجيو يقراو. هذه تنتكل ليه سورتو لا قدام دي كلاص ولا تنتكل تمتم صح. بزاف بنينه وخفيفه خفيفه خفيفه هايله. غير شوفوا هذه الوصفه ما تعطيوهاش، ما انا راح نشوفها جابت حسال. لا دوك نطيبوها كيف كيف، نكملوا غير المحشي تاعنا والمحشي ياخذ وقت، نعطيهم بك الطريقه. بزاف اللي يشوفوا هكا المحاشي يقول لك واعرين ولا، راح نديروا اسهل طريقه اليوم. والخضر عندنا دوك الباذنجان الصغير هذايا ولا القرعه ولا، ديروا بها وحطوها في السنيوه وجبدوا وقت اللي تحبوا. واش راح نستعملوا؟ راح نستعملوا كميه لحم مفروم. لحم مفروم شوفوا باش نتفاهموا راكم يعني اللي بغديروا الكونتيتي اللي تحبوها باش تلق البنه فقط للداخل، المكونات الاخرين هما الاساس. يعني تقدروا ديروا كميه باغ فقط قليله تاع اللحم المفروم. راح ندير كوب تاع الارز، انا غسلته خليته شويه نشف دو كوتي. راح نستعمل حبه بصل تكون مفرومه، وعندي كذلك حبه ولا اثنين تاع طماطم حسب اذا كانت كبيره ديروا حبه فقط. كذلك هنايا سكرفشتها باش يدخلوا كاع المكونات فيما بعضها. راح نستعمل هنايا رشة تاع الحامض اي رشة تاع القارص. هاد الخلطة تجيكم هايلة في المحاشي. كنا درنا ديجا محشي كروم بها لكن ما طيبناهاش في الفرن، هذا راح نديروهم في الفرن. ديري لها قارص، ديروها رشة تاع قارص تجي بزاف لداخل بنينة. دونك واش نديرو؟ نديرو حزمة تاع معدنوس تكون غسلناه وقطعناه جيدا. عندنا نعناع مجفف وعندنا لي زيبيس ملح فلفل كحل وشويه تاع العكري. ودرت لكم ملعقه، كتبت لكم ملعقه تاع دبس الرمان. بزاف اللي قالوا لي شرينا دبس الرمان ولا شرينا ما نعرفوش واش نديرو به، فاش نديرو به كيما على الطحينيه كي شراوها ولا السماق ولا دبس الرمان اللي عنده يدير هنا ملعقه او اثنين. ولكن اصيص صغيره اللي ما عندوش يقدرش البن القهوه حكموا مغرفه قهوه صغيره ديروها معها لداخل تعطيكم طعم رائع. على بريش تغربوها القهوه الفري محشي هكا. انتم عطيتكم الاختيارات، دائما نعطيكم حنايا كاع واش نقدروا لهنايا، وانتم واش عندكم في الدار ديروا كيما تقدروا تستغنوا وتديروا غير هذه المكونات. راح ندير نعناع مجفف هنايا وشويه نخليه، راح نديروا في المرقه اللي حنديروا من الفوق، بصح ندير مرق بارد من الفوق. دونك نديروا نعناع يعطيكم قهين مع القارص وكامل. راح نديروا شويه تاع العكري، شويه تاع فلفل اسود. شي مختلفه عن انا دابيتود ما نديرش القارص بزاف، ما نديرش قارص وما نديرش النعناع. ايه بزاف يجيك بنين بالنعناع. راح نديروا رشه تاع ملح، وراح نديروا ملعقه تاع طماطم مصبره. راح نستعمل اكيد طماطم الحاره ونخلط كلش مع بعضه. وهذه ما تحتاج لازم تعجنوها. حنقول لك غير هذه اليد، هذه اليد جيب فقط طماطم. انا كنت حنوري لهم الفطائر اللي درناهم ولا بيتزا بالصوص البيضاء اللي كانت حضرتها الشيف كريمه، كنت جبتها لكم. شوفوا لي جمالها، شوفوا شحال رائعه وشوفوا شحال خفيفه. هادو محضرين يعني من قبل باش تلحقوا عليهم ولا باش تشوفوا يعني الوصفه اللي راح نديروها. حضرتيهم صباح هادو ولا في الليل؟ صباح مع صباح.
لكن دوك نتوما ثاني تشوفوا معنا، عطيتكم فقط الفكره. وبالنسبه كذلك للخضر المحشي، شوفوا هذا راه مقطع هكا، شوفوا كيفاش، معليش نرفدوا بيدي، شوفوا كيفاش راهو، الله الله، هذه قرعه صغيره. بدنجل كذلك راهو محشي. احنا دائما عندنا هذيك الفكره انه نديروا هاد الخضر المحشيه باللحم في رمضان، وانا ضد الفكره لانه ما ينتكلوش تماما، من يعني حتى لازم نكونوا زعما في 25 يوم في ال 20 باش يبداو ناكلوا هذه، ما ينتكلوش في رمضان. شتي كما ديريهم؟ بالعكس، انا في رمضان انا في الفطار خير، ما ياكلوهمش في الفطار خير. ومام دوكا تجبديهم حبيبات هكا، تديري قدره ولا تجبدي حبات هكا، ما تديهم معاك في اون بواط، يتكلوا خير. صح. الارز، النعناع، الفريشر، ليل داخل القارص، المعدنوس، كريمه عندها، يمدوا اكثر. صح، عندها الافكار تاع المشارقه، لانه الزوج مشرقي والاخر صافي توجور تخمم انه اللي عندها. طيب بزاف هي هذيك الكوسه محشي وهذوك تاع ابن عمي، وهي بزاف شغل روحوا معها حبه حبه. هي عندها الاكله الجزائريه الرائعه، وعندها ثاني الافكار تاعهم. صافي الناس اللي محبي وعشاق الاكل المشرقي غير حطوا معاها. والله غدير لكم فيها عاودي لنا، رانا نسالوك. اه شفت الشخشوخه عجبتني، واش نعاود لك حبيبتي؟ قولي لي واش نعاود لك؟ ليتي انت يا؟ ايه كانوا هنا في العيد. خدمتي دوزيام جو؟ الناس اللي نعاودوها نعاودوها. صح، وانا خدموني في الليل، الكاطو ما كليتوش. المهم انا راني حبيتها تعاود لكم فطور الصباح. فطور الصباح كانت حضرت، دارت لكم واش تقدروا كامل نحضروا في فطور الصباح، وكان من ابن الاشياء. ويعني دائما احنا نقولوا نسيو نعاودوا نرجعوا اكلنا صحي، ونسيو ناكلوا بيان. لما نخرجوا نفواياجيو برا ولا نروحوا دائما نقعدوا في لي زوتيل ولا ناكلوا صباح، نلقاو روحنا بلي نقدروا ناكلوا صباح. بيان سيغ ماشي حين ناكلوا المرقة صباح، ولا ماشي حين ناكلوا، بصح كاين بيض، كاين واحد الصوالح هكذا اللي نقدروا نديرهم. هذوك الفطائر هذوك ينتكلوا مع الصباح، خاصة مع الصيف. شي الواحد كيروح فواياج ولا يخرج هكا مع البال شحال حيجوز النهار برا، بريفير ياكل بيان فطور الصباح يكون بيان. حنا ورثنا على الفرنسيين القهوة حليب هذيك الصباح، وهي غير صحية تماما. نورمالمون اصلا كي نكبروا نحقوا سن معين نحبسوا الحليب، وهذه اكيد ما كاينش كيفها. احنا كاع عندنا البيبون، والجزائريين كاع عندهم لازم قهوه حليب. لا والله دوكا شوفي تبدلت سورتو كي راهم دوكا عطله، ينوضوا ديريكتومون دراري 9 ونص 11 ولا، بالعكس هذه وقتها الفكره. صح. انه يقدروا ياكلوا بيان ويشدوا. صح. بالعكس هذه وقتها ديجا كون يلاحظوا دوكا مولادهم ماهوش ديريكتومون قهوه حليب، انا ينوضوا ماشي باسكو ينوضوا 9 ونص 10 10 ونص ماهمش عطله. دونك هذه وقتها انه يتعودوا ياكلوا حاجه مليحه ولا. دوكا واش نديروا؟ زدت باك مكون صغير الزيت، كنت درت ربع كاس تاع الزيت، بما انه فيها رز باش يجي فلفل الداخل لازم نديروا كميه من الزيت. خلطت كاع المكونات جيدا حتى يندمجوا. نعاودوا نقولوا واش درنا فيهم كريمه؟ درت كميه تاع اللحم مفروم، درت كوب اكيد حسب الخضر اللي عندكم، حتى الكوب كوبين تاع الرز، درت كذلك مع رشه تاع القارص، درت الزيت حوالي ربع كاس باش هذاك الرز تاعنا يجي فلفل الداخل، درت حبه بصل كبيره سكرفجناها، زوج حبات طوماطيس سكرفجناهم كذلك، طماطم بصبرك ودرت ملعقه كبيره، ملح فلفل كحل وفلفل عكري، ودرت حوالي ربطه تاع معدنوس كنا نقطعوها فغيمون رقيق، ولا تجوزوها في الاشواك، تجوزوا البصل تجوزوه ما وراها، ديروا كاع المكونات مع بعض، زدت لها رشه تاع نعناع مليحه مجفف، ولا ما عندكمش ديروا اكيد يكون احسن اللي عندكم الفريش عادي. وراحين نخلو الحشو تاعنا، زدت قلت لكم برك الزيت لهنا، اللي عنده دبس الرمان يقدر يزيد ملعقه كبيره، ونخلو الحشو دوكوتي ونجيبوا الخضار تاعنا. هنا عندنا القرعه وجبنا الباذنجان، سيختاروا حبات يكونوا صغار باش يجيكم شابين. كاين يعني بعد ما نغسلوهم وننقوهم عادي تجيبوا اللي نديروا فيها الدولمه عادي، نسيو فيديوهم بيان لداخل باش كي تقطعوا الحبات تشوفوها، تشوفوا غير القشره. هذا الحشو ما نرميش انايا دي فوا، يعني داري السناوه نقلوه، نقليه مع الثوم والطوماطيش يجي بزاف تغميسه. انا نقليه ونرجعه في الفيانداشي ثاني طلق بنا بنينا الحشو للداخل. صح، هاي افكار سميه، بدات الصيف بدا. انا خليتكم تاكلوا خبز. صح قلتيها، عمار يقول هذا الهضره. تحياتنا لي، كل عام وبخير ان شاء الله. ربي يحفظك، شكرا لك ان شاء الله. دونك واش نفيدو كاع الحبات تاعنا مليحه ثاني، خيرتي حبات صغيرين تاع الباذنجان، قلت لهم من الاحسن في هذه ولا في اليالونجي، ولا من الاحسن تختاروا حبات صغار ما من القرعه،
يكون هكا صغيوره خير تاكلها كحبيبات شابين. وشنو كاين اللي بزاف اللي يقول لك الفارسي والباذنجان تاعنا والداخل ما يطيبش بيان. ما تعمروش بزاف كي يكون عندنا الروز. دوك نعطيكم اسيوس وين تكتفوا بالمقدار تاع الروز. دوك راح ندي انايا حبيبات، انا فيديت معاكم كنت فيديو من قبل، ندو لافارس تاعنا نبداو نعمروها، يعني خبطوا باش تهبط لكم الحشو للتحت وعمروا الحشو تاعكم. واش تعرفوا وين تعرفوا بلي سي بون يكتفي يعني باش يطيب الرز لداخل ما يقعدش. راح نعبز بك الحبه تاعنا، كي يلحق هنا الفيونداشي معناتها سي بون، معناها يعني عنده اسباس الرز تاعنا باش كطيب ما يقعدش لداخل ماشي طايب. يعني في الاول تخبطوهم تهبطوا كاع الحشو، ومن بعد اتيك تحكموا الفيونداشي تاعكم والرز تزيروا، ومن بعد تعبزوا على الحبات هكا. كي يلحق هنا معناتها دات كفايتها باردون من الحشو. نحطوهم هنا اليوم باش حنديرهم في القدره كيما موالفو نقلبوها دولما وكم كامل. واش حنديرهم؟ حنديرهم في بيركس اللي يدخل للفرن عادي، يعني اسهل وتتحكموا في طيابها. وراح ندير لهم كذلك الصلصه تاعهم بسيطه كنت شاركتها معكم خطره على البارد. راح نديروا كاس ولا كاس ونص تاع الماء على حسب بيركس تاعنا، مغرفه كبيره تاع طماطم مصبره، ملح، فلفل كحل، شويه تاع الزيت، وندير له رشه تاع نعناع، يعني نفتوا لهم شويه نعناع هذيك لاصوص على البارد، نحرك كلش ونديرها من الفوق، نغطي ونحط الكل يطيب. فوالا يلا الطريقه بديتوها يعني كيما نقولوا طريقه صحيحه. حتى الحشو مختلف وكيما نقولوا يجي خفيف، ماهوش راح يطيب مع مرقه مرقه خفيفه. من بعد نديروها دو كوتي اللي حاب يزيد فقط ماشي تري بيان. يلا نستقبلوا اتصال مع بعض. الو 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 سميه واش راكي؟ الحمد لله مساء النور. شبالك؟ لاباس، مساء الخير. واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. شكون معنا ومنين؟ معكم انس من تقرت. شكون؟ ام انس من تقرت. ام انس من تقرت، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. واش عامله في تقرت؟ والله لاباس، نسالوا عليك. الله يسلمك. ما نسقسيكش على درجه الحراره في تقرت. رانا مشرفين باللي راني نهضر معاك سميه. ربي يحفظك، مرحبا بك. مرحبا بك. شكرا كنتي لاباس والله غير الحمد لله. كيفاش كانت عندكم اجواء تاع العيد؟ كيفاش جوزتوها؟ والله لاباس، فاتت مع السخان كي تعرفي. الحمد لله، ربي يقدركم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. واش راكي سميه؟ واش راي ام فارس؟ الحمد لله ام فارس. اهلين حبيبتي، واش راكي؟ كريمه، واش بالك؟ لاباس؟ لاباس، صحة عيدك. واش راكي؟ مليحة؟ صحة عيدك كنتي زاده. واش راكي؟ يسلمك. الله يسلمك. راني فرحانه كي راني نهضر معاك. مرحبا مرحبا، احنا ثاني فرحانين باتصالك. واش راكي انت لاباس؟ الحمد لله، انا نفرح لما نستقبل. وفيه ليك ولسوميه. نعم؟ رانا متتبعين وفيين ليكم. ليا للبرنامج. للبرنامج، الو شات. الله يبارك، ان شاء الله تبقاو دائما هكذا متبعين ودائما اوفياء لهذا البرنامج. يسلمك سميه، يسلمك. واش راكي؟ واش حوال عمار؟ لاباس الحمد لله. رانا تبعنا الحصه نتاعكم في رمضان تاع انا ومرتي. ربي يحفظك، ربي يحفظك. يسلمك سميه، يسلمك. شكرا لك. والله راني فرحانه من قوت ماما، راني فرحانه مانيش عارفه نعبر على الشعور تاعي. الله يدوم فرحك ان شاء الله وتبقاي دائما فرحانه. يسلمك. كاش ما تطلبي ام انس، كاش ما تحبي ملاحظه. والله راكم كفيين ام شاف كريمه، شاف بشرى، شاف ناديه، كل سلمي لي عليهم وعيدي عليهم بكل. يسلمك يسلمك يسلمك، تحياتنا كامل ليهم وربي يعطيهم صحتهم ان شاء الله. يسلمك يسلمك، والله راكم كفيين، ما كانش يعني حاجه ما درتوها ما طيبتها، كل شراو في القمه. يخصونا الاطباق تاع تقرت ان شاء الله. مرحبا بكم. ربي يحفظك. في الشتاء، في الشتاء ان شاء الله. انت روحي عندنا في الصيف وحنا نجيو عندك في الشتاء. مرحبا مرحبا، روحي جيبي لنا كريمه وجيبي شاف بشرى. يسلمك حبيبتي، شكرا لك. شكرا. جيبي الطاقم تاع الشروق الكل. ربي يحفظك، على بالي ناس الصحراء مكرمين، الله يبارك عليهم. يسلمك يسلمك سميه، وسلمي لي عليهم الكل. يسلمك، يبلغ ان شاء الله. شوفي من اصغر اصغر واحد في طاقم الشروق للمدير للكل. ان شاء الله يا رب، تحياتنا ليك كامل ويعطيك الصحه.
طاقم الشروق كله، طاقم صباح الشروق وكل كما راه. شكرا لك، شكرا ام انس، ربي يحفظ لك وليداتك ان شاء الله ويحفظك. يسلمك يسلمك سميه. مع السلامه حبيبتي، سلمي لي بزاف على ناس تقرت. راكي منوره الشاشه حبيبتي، بنوركم بنوركم، ربي يحفظك. شكرا لك. شكرا، عفوا، مع السلامه. مع السلامه، شكرا. يلا تحياتنا ليها الكامل ناسنا بالصحراء. احنا دائما جد سعداء باستقبال كل الاتصالات، يعني لما نسمعوا كما قلت لكم خاوتنا في الصحراء، نسمعوا الجاليه الجزائريه ديالنا المقيمه بالخارج. بالمناسبه كانت راح تكون معنا في المباشر يوم العيد ام سيدره من ليا، المتتبعه الوفيه للبرنامج اللي اصبحت من العائله. تحيه كبيره ليها، لزوجها سمير، لوليداتها كامل. دارت اجواء العيد كلها، دبحت وشوا وكلش، وتعذر الاتصال معها لانه كما نعرفوا العيد دائما الكونيكسيون تكون شويه ثقيله، لكن تحياتنا ليها وكل الجاليه اللي تبعنا خارج الوطن. نرجع لك كريمه، انا كملت لك اختياري غير بالعقل. بعد ما درنا بصحتك، بعد ما درنا لافاكس تاعنا كما قلت لكم، ودرناها لداخل في الباذنجان ولا في القرعه ولا كما تحبوا، راح نديرها قلت لكم اليوم في الفرن ماشي في قدره. درنا لاصوص تاعنا على البارد، كنت درتها معاكم نعاودها لكم فقط، يعني درت من غير طماطم مصبره، ودرت معاها الماء، ملح، فلفل الكحل، ودرت رشه تاع النعناع، ودرت شويه تاع الزيت يعني على البارد كما راكم تشوفوا. نجي نفرغ لاصوص تاعنا وراح نكمل باقي ما، يعني حتى تعمروا صديبون شحال درتوا خضره، شحال يعني حتى تعمروا البيركس تاعكم. راح نخليها يعني في الاول تغلي، وبعد نقصلو ونخليه يتجمر في الفرن. لكن وشنو راح نغطوه باش الداخل يعني يطيب، والروس تاعنا الداخل ثاني كيستوي. هنايا برك الورق الزبده شمخته، دائما تشتو ما نحبوش يعني نديرو ورق الالومنيوم وحده، سبقوا فرق الزبده برك كيما كنتو تشوفوا، شمخوه شويه، عصروه، حطيناه. ومن بعد راح ندير الالومنيوم تاعنا وندخلوه للفرن يطيب على 180 درجه حتى تلقاوه لاصوص تاعكم اختارت. ومن بعد ديروها في ريسيبيون في عفسه، يعني باش ديروها قدام الطبق تاعكم، وال يعني الخضره تاعنا تخلوها واحد ربع ساعه ولا حتى تشد روحها، تعاودوا تقدموها في البلا نتاعها. دوك نحطها انايا دو كوتي، ونجيبوا العجينه تاعنا تاع الفطائر باش نبداو نديروهم. عندنا الفرن ديجا راهن مشعول مسخن مسبقا على 180 حتى 200 درجه، سا ديبون الفرن اللي عندكم. تقدروا يعني تخلوا حتى 200 درجه لانه هاد الفطائر يحبوا النار شويه تكون عاليه. نجيبوا الخميره تاعنا ديجا اي خمرت العجينه تاعنا، نسبقوا في الفطائر ونجيبوا السنيوه اللي تدخل للفرن. انا راح نستعملها ورق الزبده، انتم اللي ما عندكمش ورق زبده في الدار راح تدهنوا السنيوه تاعكم بالزيت. فوالا، العجينه تاعنا شوفوا كيفاش تكون. هنا يعني مسحت البلون دو طرافاي تاعي باش نحل فيه العجائن تاعنا هذوما. راح نديرهم انا بكميه، انتم تحب ديرهم صغار كيما تحبوا، لكن راح نديرهم انا شويه، يجوز زعما شابين كبار. عجينه تكون هشه كيما كنت تشوفوا لكن سهله الاستعمال. خبي انا عاود نذكرهم بالعجينه ونحطوها على الشاشه. درنا فيها كاس تاع الحليب، درنا معاه ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، بعد زدنا ربع كاس تاع الزيت، حبه تاع البيض، ومن بعد زدنا الفرينه تدريجيا مع ملعقه تاع الملح. نجيبوا الحلال تاعنا، نستعينوا بشويه فرينه باش نشكلوها شابه. راح نستعمل فرينه السوسيمي. هنا الحشو تاعنا واش راح نديرو؟ راح نديرو فيه جبن ابيض، وراح يعني نديرو له كريمه كريم فريش، يعني على قلت لكم على البارد حتى تولي عندنا يعني كريمه سائله. نديرو الحبات تاعنا اولا، راح نشكلوهم، نقعدو فوالا نبرموهم يعني من لي كوتي. ونلاقيوهم شغل جاي على شكل فلوكه. اوه فوالا، هذاك هو مع الصيف والبحر. لا هذاك هو، نحطها في السنيوه تاعنا ومن بعد باش نديروا لها الحشو.
راح ندهنهم من بعد الاطراف، خلولهم يعني باش يبانوا شابين، ندير لهم صفار بيضه مع شويه تاع الحليب، نديروا الحبه الثانيه. قلتكم انا درناهم شويه كبار هنايا، ثم تقدروا ديروا سختوا للعائله يعني ما شاء الله ديروهم صغار باش يكفوهم. سختوا اللي درتوا عده اذواق. احنا اختياري درنا صوص بيضه، هم يقدروا يديروا صوص حمراء بيان سور. كاين صوص حمراء درناها قبل بزاف هايله، غير بالزعتره شويه ثوم شويه بصل وملح فلفل الكحل شويه طماطم مصبره كنا درناها قبل، يخلوها تختار ومن بعد كي تختار نديروها رشه معدنوس خفيفه مقطعه رقيق ويستعملوها. فوالا، دائما نقول لكم انتم في الدار تقنوهم اكثر منا، احنا الوقت انتم ديروهم شابين علينا الفلاي كما قالت لنا فلوكات. كان اتصال وعندي الله يبارك المخرج يحب يدير فيها سكارة اللي ما بعتش لا ريجي، ما درتش شويه رشوه تاع بعت الماكله بلون لارج وانا ناكل، ماشي مشكل. صحتك. على كل الحال الجمهور متعود عليا، عندي ناس يحبوني كي بحال كي تدوقي انت. كي ندوق هذا على خاطر غير جربوها، باسكو كي تاكلوا الموصل الاول تقعدوا تكملوا ما تقدروش تكملوا هذيك لا تاخذ بزاف بنينه. يلا نستقبل اتصال. الو 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 سميه، مساء النور. مساء الانوار يا زهر الشروق. مرحبا. واش لاباس سميه؟ الحمد لله، وانت واش رايكي؟ عيدك تعيدي وتزيدي سميه. يسلمك حبيبتي، صح عيدك انت ثاني. راكي باهيه اليوم سميه في اللبسه تاعك. نعم. يا اجمل الجميلات. ما سمعتكش. قلت لك باهيه اللبسه تاعك اليوم. اليوم انا باهيه. آه، ربي يحفظك، ربي يحفظك، شكرا. انا جميله سميه. شكرا حبيبتي. جميله من قلمة. شكرا. وزيك لاباس؟ شكون معانا؟ قلت لك جميلة من قلمة. جميلة من قلمة، مرحبا بك جميلة. لاباس واش راكي سمية؟ ما تنتكلم معاك ديما زاد لي غير كريمة. شفيت لك شفيت لك. ايه مرحبا بك، مرحبا بناس قلمة. لاباس كريمة. سمية مرحبا مرحبا. الحمد لله. أني نسمع فيك جميلة. نحب نعيد على الشيف كريمة. هاي تسمع فيك كريمة. حبيبتي صح عيدك. نتكلم مع الشيف كريمة. أول مرة تكلم معك أنت. أهلا حبيبتي، وش رايكي؟ مساء الأنوار. عيدك مبارك. صح عيدك تعيدي وتزيدي. الله يسلمك حبيبتي، أنت ثاني كل عام وأنت بخير إن شاء الله. أنا نحبك كريمة بزاف. يا عمري تحبك الجنة، شكرا تعيشي حبيبتي. ربي يحفظك إن شاء الله. نتكلم معك كريمة. متشرفة أنا ثاني كما يقولوا متشرفة بمعرفتك اليوم، يعطيك الصحة حبيبتي، وش راكي؟ لاباس راكي أنت؟ شوفي وصفاتك كامل دائما نجربهم كريمة. بصحتك إن شاء الله، عجبوك؟ اللي عجبوني وصفاتك. بصحتك، هذا هو غرضنا حبيبتي، سي إرضاؤكم، يعطيك الصحة حبيبتي. صحة كاش كاش وصفة كي حبتها في هذا الصيف، كاش وصفة خفيفة. شوفي دائما أنا كي تقول سمية تذوب الماكله تاعك تقول باهيه نروح نجربها. هيا خلاص. هيا الحمد لله الحمد. تشجعني دائما سميه تشجعني نروح نجربها. تحبوا كي تشوفوني ناكل. نحبك سميه، نحبك بزاف، نحبك انت والزوج تاعك دائما نتفرج عليكم. ربي يحفظك، اياك تسمع احمد بخليلي. سميه نتمنى لك دائما ربي ينوب عليك. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله وانا وكل محروم. يا ربي ان شاء الله يا رب. شكرا لك جميله، ربي يحفظك، تحيه كبيره الناس قالما. ان شاء الله. مع السلامة، شكرا. مع السلامة. مع السلامة. يلا تحياتنا كامل الناس اللي راهي تشاهد فينا. كما قلت لكم شوفوا عطاتني هي مرسو صغيرة، دوك نوريكم شحال باك تقولوا زعما مرسو كبير وكملته ولا. انا ما ناكلش بزاف صافي تكون حاجة بنينة. شفتوا هذيك تاع تبداو ما تكملوش، ها بقى مرسو. دوك نكملها وما خليكش تشدني، دوك روح مليك ونكملها، ما تخممش احمد. شوفوا بزاف 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 بنينه وخفيفه خفيفه خفيفه. هذه كما قالت لكم شيف كريمه تاع اتاي، هذه غير جربوها. هذه من بعد كي تولي فيها لازم نحط معاك ونعاود نعاودها ولا غير حنعاود. بصحتك حبيبتي، نعاودها ونصورها لكم مشاهدينا ونصورها لك. على بالك بلي مدارين فرحوا كي اكي وي صحتو راكي. الله الله لا لا رائعه طيبتك. شكرا حبيبتي. لا لا رائعه هاد لا تقطع المشمش، خفيفه ومغايره على كامل واش مضارين ناكلو. حبينا ندير لهم حاجه جديده دائما، حاجه تجدد يعني ما شاء الله. صح مغايره ما تشبهش لي تارت اللي مقبل. تدوقيها
والمليح انك تقدروها بالمشمش، تقدروها بالفراز، راح نهضروا مع بعض. ايه مليحه لاباط وانتم ت لك الصحه. يسلمك حبيبتي. واش راح نديروا دوكا؟ نكملوا الفطائر. الفطائر تاعنا يعني كاين اللي درت فيهم الفطائر العجينه كنا قلنا عليها، تشكيلهم كان شفناه مع بعض. بقالنا فقط الخطوه اني قلت لكم ديروا فرماج ابيض، جبن ابيض، وزدت له شويه تاع كريم فريش. تحبوا ديروا فوق النار هكا حتى تولي كريمه، تحبوا ديروا بك في الميكرووند وتخففوا هذاك الجبن فقط. درته هو في لوفون، من بعد زدت شويه جبن مبشور، وراح نزيد لهنايا قطع تاع الدجاج. هنا الدجاج كنت اخذت مرسو تاع الدجاج، درت له ملح، فلفل كحل، شويه ثوم بودره، شويه بصل بودره، وقليته شويه زبده. يعني لو كان درنا لحم مفروم تقدروا اللحم مفروم يطيب يعني تمتم دي بولات هكا خفيف، لكن الدجاج من الاحسن تدبلوه بشويه زبده باش تحطوه في هذه الفطائر تاعكم، يتمشى بزاف مع صلصه بيضاء. وديروا هنايا راح نديروا تنويع، يعني واش ديروا واش تحبوا نتوما ديروا، يقعد لكم الاختيار نتوما واش راكم حابين ديروا فيهم. هنايا تحبوا ديروا في مي مدخن هدايا، ولا ديروا الكاشي هذاك الصغير فوق الجبن تاعكم المبشور، فلفل الوان. تحبوا ديروا قدكم فيون داشي هكا دي بولات صغار وديروهم يطيبوا مع الجبن. لكن هنا برك الدجاج قدكم لازم يعني تطيلوا شويه هكا تقليه خفيفه في الزبده. فوالا راح نحطهم يطيبوا الفرن دون مسخن مسبقا. من الاحسن يكون الفور يعني عالي شويه وسخون باش الفطائر تاعكم كيما البيتزا يعني تحب الفور سخون. واش راح نديروا؟ ندهنوا برك الجوانب تاعنا. يلا نستقبلوا اتصال. نعم السلام نفس عليكم. الوقت انا نشوفه في الوصفه. وعليكم السلام، مرحبا. ام اسراء متيارت. ام اسراء متيارت، مرحبا بك ام اسراء. السلام عليكم، راكم لاباس؟ الحمد لله. انت كي مليحه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. واش عملت استيارت؟ واي يسلمك، لاباس الحمد لله. وعليكم الله يسلمك انت ثاني. السلام عليكم، راكم غايه، راكم ولا اروع، راكم في القمه. ربي يحفظك، الله يعطيك ما تمنى. شكرا لك. شوف ثاني يعطيكم الصحه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. راكم علامه. ربي يحفظك، الله يعطيك ما تمنى. كيش ما تحبي وصفه، كيش ما تحبي. والله بغيت نشكركم و كاع راكم علامه كاع. ربي يحفظك، الله يعطيك ما تتمنى. يا صحيتو بقاو كيما هاك ان شاء الله. والله رانا نرجو عليكم علامه، راكم تعاونونا. اي الحمد لله. راكم تبعي دائما البرنامج؟ واه نتبعوا مرات. وراكي تعاودي لهم الوصفه تاعنا منين داك؟ مرات. واه مرات كيكون كاين كيكون كاين الصوالح وكاين الوقت وكاين كاع. ربي يعطيك صحتك ان شاء الله، وان شاء الله تبقاي وفيه دائما ان شاء الله. صحيتو. شكرا لك. ايوا شكرا. مع السلامه. سمينا كما عائله ونا استيارت. يسلمكم انتم. مع السلامه حبيبتي. شكرا لك. يلا تحياتنا ليها وكامل الناس استيارت اللي راهم يشاهدونا. الفطائر راهم يشهوا نديروا في الفرن يكون مسخن مسبقا، ويحبوا نار شويه تكون عاليه يعني 200 درجه هكا باش يطيبوا لكم الهلي ويطيبوا لكم خفاف. دونك راح نحطوهم في الفرن. التزيين يبقى اختياري، قلت لكم ديروا ما درتوا فيون داشي دي بتيت بولات معليش مع الفرماج يطيبوا تمتم، لكن الدجاج لا لا جو بريفير يعني تطولوا هكا تقليه خفيفه في الزبده. كنت قلت لكم درتوا له ملح فلفل كحل، درتوا شويه بصل بودره وشويه ثوم بودره، وجوزتوا في شويه زبده فقط وحطيتوه هكا باش تكون موجدين يعني اموركم من قبل. نحطهم في الفرن. يلا نعاودو نحطو لهم الوصفه ديالهم، لانه كي نشوفوهم هكا نقولوا بزاف شابين، مادا بينا كان تبعنا الوصفه. كاين بزاف اللي تصرى لهم هذا الشيء. فاحمد بخليلي من فضلك اعطيني الوصفه تاع الفطائر اللي البيتزا هذيك اللي كانت حضرتها هكذا باش اللي ما تبعش معنا من الاول ولا هذا وين الحق هكذا باش يشوف. نقدروا نعاودوها لهم؟ نقدروا نعاودوها اكيد. اكيد ما بيد نجبد. كنا درنا قلنا كاس تاع حليب دافئ، درنا له ملعقه كبيره تاع خميره الخبز، ملعقه كبيره تاع السكر، تفاعلوا شويه، زدنا لهم ربع كاس تاع الزيت، زدنا لهم حبه تاع البيض، ومن بعد بدينا نزيدوا في الفرينه تاعنا مع ملعقه تاع الملح. تحصلوا على عجينه نعجنوها واحد 5 دقائق ونخلوها حتى تضاعف الحجم تاعها. بالنسبه للحشو اخترنا لهنا درنا جبن ابيض، زدنا له شويه تاع كريم فريش ولا كريم ليكيد اللي عندكم في الدار. تحبوا ديروها فوق النار هكا في كاسرونه، تحبوا في الميكرووند غير باش يتجانسوا مع بعض. راح تكون هي لو فون تاعنا،
بعد ما نشكلو، بعدها زدت شويه جبن المبشور وزدنا الدجاج، ولا تزيدوا شويه فيونداشي، ولا تزيدوا شويه طون، ولا زيتون، ولا مام خضار تحبوا فلفل الوان، ولا يبقى لكم نتوما الاختيار. روحوا دوكا لاطاخت تاعنا باش نشكلوها مع بعض. احنا كنا درنا العجينه تاعنا كنا درنا فيها 180 غرام تاع الفرينه، حوالي قلنا 8 مغارف بيان معمرين، معناتها ملعقه كي ترفدوها ما تنفضوهاش، هاي واش نقولوا بيان غومبلي. بزدنا لهم الزبده اللي كانت بارده قطعناها مكعبات، زدنا لهم 100 غرام تاع زبده، زدنا لهم ملعقه صغيره كبيره تاع السكر ورشه تاع الملح. ومن بعد كي بسسنا كل شيء بدينا نزيدوا في الماء، زدنا الماء حوالي 35 غرام تاع الماء يكون بارد. حطيناها في يعني في الثلاجه واحد ربع ساعه وعاودنا ولينا لها. هنا راح نجيب الحلال تاعنا ونجيب ورق الزبده، راح نبكر رشه خفيفه تاع الفرينه. بالك هذيك الزبده اللي تكون بارده هي اللي تعطيها بهذيك القرمشه، تعطيها قرمشه. اه سهله سي بات لي سهله. و فوالا نجيو نحلوا العجينه تاعنا، نجيبوا السنيوه اللي تدخل الفرن نجهزوها قدامنا ونجيو نحلوا العجينه تاعنا. هنا تقدروا تستعملوا اي فاكهه تحبوها، والعجينه نرقوها شكل الشارم تاعها كي تجي رقيقه لان تشرب هذاك الفاكهه تاعها. بنا رائعه، يعني قلت لك مغايره صحتك. تماما على اللي تحت لك هذه ما ينقاش عليها تحت، هذه ما تنقاش عليها تحت، يعني تحس بها شغل نوع من الحلويات، ولا يعني تقدم مع لي كلاص مع لي جو مع يعني وقتها وخفيفه عندك فاكهه بدات شويه تخسر ديري هذا الوصفه وسهله. دوك تشوفوا شوفوا راح نفتحوا العجينه هنايا. واش ندير انا درت لهنايا ها هما ربا المشمش اللي كنت وجدته البارح، قلت لكم باش هكا نجهزوه مع بعض، اكيد خلونا باك في تعليقاتكم. راح نقول لك راكي من الفوق درت لها اه كنت جهزته دايره لو فون بمربى، مربى المشمش يقدروا هما يستعملوا الجاهز، انا هذا درته في الدار، لكن هما يقدروا يديروا في لو فون كيما يديروا تاع الفراز كيما الفاكهه اللي يحبوها هما. دونك نجيب ملعقه فقط، والملعقه كاع كملناهم دقيقه نص ساعه ونعاود نولي. قلت لكم رائعه لا تخت هذه كما قالت لي شيفا، ما اسمهاش تخت اسمها طارت، راح نجيبها لكم انتما باش تشوفوها احسن، لانه هذه تاع اللي تنتكل في دقيقه. يلا شوفوا شحال رقيقه والقرمشه ما نحكي لكمش. شوف هذه تاع تعاودوها في الدار، هذا اللي نديروه مع بعض ان شاء الله. اه وي شحال نحبوك ال شوفي درت وحب، درت تاع الفراز، درت هذا ودرت تاع السيريز. رائع هذا نحب لي كونفيسور تاع الدار. ملاح على بالك تبداي تعمري في البلاره تحسي راكك في الدار. لا لا وزيد كيما نقولوا يشد مده اطول، يشد لي حتى 3 سنين. ما يامنوش بصح كي سياوها 3 سنين كي تجبدي ترتقي باك بلاره صغار باش يساعدوك. انا ماما دير تاع المشمش ودير تاع التشينه تاع وسمو التشينه ثاني كي يدخل وقتها ثاني رائع ويشد لي مده اطول. زعما كانت كل مره تخلصني نقول لها ماما بعثي لي بلاره تاع وسمو من لي كونفيسور اللي نسحقوهم، نسحقوا الوصفات تاعهم والمشمش ما يتكش بزاف. كي برك مازال ما هبطش في السومه قلت نستنى شويه باش نطيحوا معاهم، بصح كيما قلت معليش نديروا لهم الوصفه ان شاء الله وهما يحتفظوا بها. هنا درنا شويه مربى تاع المشمش، ولا درتوا الفراز ديروا مربى الفراز، نعطيكم كاع يعني واش تقدروا ديروه في الدار. هنا ديت هنايا كتبت لكم 6 إلى 7 حبات تاع مشمش، راح نحطوهم قطعوهم. شوفوا واش قطعتهم انا، قطعتهم جوانح فوالا، راح من بعد يتكراميليزا، راح نرشو غير فصغيره تاع السكر، دونك راح يذوب هذا المشمش، هاي تقعد هكا تاكلو غير فوالا. بعدها راح نجو على قلت لكم سهله تمتم، نغطو غير هكا عليها. شوفوا نرجعو هذيك لاباط، شوفوا ديجا مبسه، نرجعوها هكا عليها فقط الا لي دي وراهي. علاش قلت لك ساهله، اي خضار وجدي لاباط تاعك خليها في الفريجيدير
أي وديريها فواكه. أي فواكه أنا خضار وفواكه اليوم خضار فوالا هكا وانا صغرتها انتم تقدروا ديروها على راحتكم في الدار عشوائي هكا راح تبسس وكلش يدخل في بعضه راح نجي ندهنها بيضه كدرت لها شويه فانيلا وراح ندير في الحواف شويه تاع لوز ولا كاوكاو ايفيلي كيما تحبوا ومن الفوق راح ندير لها شويه تاع السكر باش برك يتكراميليزا هذاك تعطينا لون شباب الفوق نجي ندهنها كذلك يعني بسيطه جدا ندهنوها ونديرو في اللوز ولا كاوكاو ايفيليا كيما تحبوا ثم السر كاع راهو تما وانا قاعده نقول كيفاش شغل جا الكونفيتور من الداخل شغل بالنعم شتي هي في الطويله سهله سهله جدا تقدري تزوجي ثلاثة صح الوغ لا تاع لي سيري سيري ثاني تجي هايله ايه صح تاع لي فخاز ثاني فخاز انا جربت ندير تاع لي فخاز رساني هايله مع اون بول دو فخاز دو كوتي شغل لوكتو راهو كامل ماشي شد روحو لي فخاز هذاك معجون تانيك يجي مربى دونك راح نكمل باش راكي تديري لها من فوق درنا لهم حبه بيض مع شويه فانيلا باش تروح نكهه البيض وراح نزيد لوز ايفيلي ولا ديروا كاوكاو ايفيليا ويتباع ويجي ثاني كاوكاو ايفيلي بزاف بنين معاها لاباط كي فوالا هاكا ندخلوها للفرن نخليها حتى يتكراميليزا بيان ونحطها في السنيوه تاعنا وتطيب تجبدوها تخلوها تبرد وتقسموها يعني ما من معجون هو حكم روحه يحكم روحه ما نقول لك مشاهدين انا نقول لكم روعه هذا بينا نعطيهم حوايج خفاف خفيفه خفيفه فوالا والله غير نحطها تطيب ونشوفوا الفطائر تاعنا او ميم تو انا كنت خايفه الفطائر راهم يطيبوا درتهم ايه ها على نار عاليه الفرن كنا سخناه من قبل عجينة فريمون خفيفة ورا مرقاق تمتم غير يدوا لكم لون تجبدوهم. دونك خليها هنا. نعاود نذكروهم بلا طاخت واش كان فيها؟ مادام عندنا وقت. درنا فيها بون لاباط تاعنا واش درنا؟ درنا 180 غرام تاع الفارينة بالملعقة كي حسبتهم لكم قلت لكم ملعقة ما تنفضوهاش كي تجبدوا الفارينة بيان بومبي ما تخلوهاش تنفضوها تمن مغارف. حطوا تمن مغارف تجيب لهم الزبدة 100 غرام 100 غرام تاع زبدة تكون باردة تبدوا ديرها دي كيوب. مع ملعقه تاع السكر وقرصه ملح تبسوا هذيك السكر العادي بسوا لاباط تاعكم بالفارينه هذيك الزبده ومن بعد زدوا لها الماء الماء راح يكون حوالي انتم حتى تجمع لكم يعني بالغراماج راح تكون 35 غرام تاع ماء يكون بارد كلاص يكون في الفريجيدار وجبدتوه طموها ديروها بابي فيلم وتحطوها ربع ساعه 20 دقيقه في الفريجيدار الجبده من بعد درناها فوق ورق الزبده رشوا حاجه خفيفه تاع فارينه ماشي بزاف فوق ورق الزبده تاعكم وايطاليوها ايطالوها عشوائي لانه شفتوا من بعد نجمعوا الاطراف درنا لها المعجون تاع المشمش لهنا باسكو اخترنا فاكهه المشمش دونك درنا ايطاج تاع معجون المشمش ما الا شيتوه من برا ديروه عادي راح يتكراميليز مع الفاكهه تاعنا وكنا قطعنا المشمش تاعنا جوانح حطيناه كذلك رشوا فوق شويه تاع السكر ماشي بزاف حوالي نصف ملعقه تاع السكر علقنا لها الجوانب دهناهم بالبيض اللي كنا درنا له شويه تاع الفانيلا ودرنا له هكا شويه تزيين اللوز ايفيلي ولا الكاوكاو ايفيلي يعطيها كذلك نظره وممكن تاكلوا التقرميشه تاعها تجي بنينه راح طيب تحطوها في الفرن 180 درجه 170 درجه ما ديرولهاش فرن عالي باش لاباط تاعكم تجي مقرمشه وطيب بيان دونك ديروها 170 180 الفرن شغلوه من قبل حطوها حتى تحمر لكم ويتبان ما من المعجون يعني من الاخر تاعكم المشمش تاعكم كراميليزا يعني دا لون هكا خفيف ثم تنحوها تخلوها تبرد في الاول كاين ملاحظه صغيره فقط في الاول كي تجبدوها راح تبان لكم المعجون هذاك مع الفاكهه هذاك او يبقبق باللي راح تسيح هي غير تبرد شويه تحكم روحها ولا بريف قسمناها يعني كي تشوفوها هكاك ما تقولوش الداخل عادي هذاك المشمش ولا غير يبرد يحكم روحه تبداو تقطعوها وتاكلوها بالصحه ولا هنا قالوا كي يعطيك الصحه عجبتنا بزاف الوصفات تاع اليوم صوفي حمدي صحتهم ماذا بينا نمد لهم حوايج خفاف جدد ما يشدوش بزاف وقت في الكوزينة على جال السخانة وما نتو يقدروا كي تعرف في وقت الصيف خرجة ضياف حاجة خفيفة هكا ماذا بينا نعطيهم حوايج اللي ما يشدوش الوقت يلا وصفات خفيفة وصفات يعني رائعة لها اليوم وحتى كما نقولوا جديدة خاصة هذه وصفة المشمش وكما قلت لكم يعني يبقى الفاكهة اللي تحبوها انتوما واللي تحبوا تشوفوها تلقاوها توحشتك بزاف زوري فاطمة زهرة سلوس اللي دائما كانت معنا في
إعداد هذا البرنامج لشهر رمضان، ومن مسؤولي الإعداد لبرنامج جلسة ونساء فاطمة الزهراء السلوس. يلا حماتك بتحبك، لحقتي مع الفطور. يلا نستقبلوا اتصال. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء النور. مرحبا. حايدك. لا يسلمك، صحة عيدك انت تاني. مرحبا اختي سمية، واش راكي لاباس؟ الحمد لله. وانت واش راكي؟ والله الحمد لله. الحمد لله يا ربي. شكون معنا ومنين؟ كنقول لك بومرداس. ما عرفتش لاتشي الا تفكرتيني. بومرداس؟ نعم. تاع العنب؟ لا لا، كريمة بومرداس. عيطت خطرة. كريمة بومرداس، مرحبا بك كريمة. الله يسلمك، تعيشي. انا راني متفكره تاع سيدة بومرداس، يا ربي نسيت اسمها. كانت اشافه تبعث لنا باش نروحوا ندوا العنب، راكم شايفين البنات. لا لا، انا قلت تروحي للبحر. نجي للبحر؟ اي صح، شفيت لك خلاص. شفي نشفى انا اللي عرضوني ويمكلوني، قال نشفى عليهم. روح دابي. الله يسلمك حبيبتي، واش راكي؟ هذاك البارح كنت دشنت الوليه تاع دخل الصيف تاع بومرداس. اي موسم الاصطياف. اي فكرتك باش نعيط لك، هذاك الشيء بحكمتك. عيطي لي باش قولي لي رواحي خلاص فتحوا البحر. فتحوا. مرحبا بك. ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله نزورها. عيطوا لاباس اختي ميا؟ والله غير الحمد لله يا ربي، الحمد لله مع العائله. تما بوزلوف والله غير درتو طيبتو في دار عجوزتي البوزلوف في هذه الخطره. صحتك. الله يسلمك، تعيشي حبيبتي، تعيشي كريمه. وانت يا سافا جوزتي بيان العيد؟ والله الحمد لله. الحمد لله. جوزنا تحرحي راديك وفاتت والحمد لله. الحمد لله يا رب، ربي يتقبل ان شاء الله منا. الله يسلمك، تعيشي. الله يسلمك ان شاء الله. قولي لي كش متحبي وصفك، كش محبيتي ملاحظه؟ لا عيط برك، ما في حق صفكو اللي الوصفه خلاص فاتو. عيط برك نقول لك صحه عيدك، باش كويس حلو. انا باش نقولها لك ما حكمتكش. ربي يحفظك. صح عيدك، باش نقول لك تانا رواحي مرحبا بك للبحر. ربي يحفظك حبيبي، نتسناو فيك ان شاء الله باذن الله. بومرداس ولايه جميله وشواطئها اجمل وناسها الله يبارك عليهم. حضورك الاجمل حبيبتي، والله من الولايات اللي نحبها بومرداس. نحسها الولايه اللي مازالها نقيه، شوارعها نقيين، فيها بنيانات الله يبارك حوانتهم ما شاء الله. والله ان شاء الله نزوروكم عن قريب ان شاء الله. انا جايين يكون اجمل ويكون يعني ان شاء الله. نجيب كريمه ونجي ان شاء الله. مرحبا بك، عي طيبك، خليك الرقم معايا. طيبك مرحبا. شكرا حبيبتي، شكرا. الله يعطيك ما تتمنى ان شاء الله. شكرا. سلمي على الاخت لاي معاك، راهي تسمع فيك. شكرا كريمه حبيبتي. مساء الخير اختي. مساء النور حبيبتي، واش راكي؟ لاباس مليحه. مرحبا بك حبيبتي، والله غير لاباس الحمد لله. الحمد لله، ربي يعاونك اختي. ربي ان شاء الله تعيش. تعيشي يعطيك صحيحتك ان شاء الله. وان شاء الله ربي يعاونكم وتقعدوا راكم منورين ان شاء الله البرنامج ان شاء الله حبيبتي. شكرا، ربي يحفظك. الله يسلمك. صحيح. الله يسلمك. شكرا لك حبيبتي. شكرا كريمه. الله يسلمك. قدم تحيه معليش. اكيد تفضلي. نقدم تحياتي لافامي بن زيوس كاع في برج بوريريت. اها. ولافامي رحال كامل في الجزائر. اها. ولافامي ثاني شعبي في حمادي. وليكم تاني. شكرا لك حبيبتي، ربي يحفظك. الله يسلمك. مع السلامة. مع السلامة. سلامة. صح سلامة. يلا ما شاء الله جمهورنا رائع، وين ما كانوا في كل الأماكن وفي كل الولاية. جمهور قالوا شوف، ما كان حتى جمهور راح ينافسوا، ما كان حتى جمهور يعني ولا برنامج يقول أنا عندي جمهوري أكثر. برنامج قالوا شيء يعني بكل تواضع جمهوره ولا أروع. طابور ريحة الفخوماج راهي. طابور. يلا هالقناص شكون اللي يجيبهم لنا؟ فيصل، سامي، شكون اللي يعطينا هاد الفطائر السخونين؟ الله الله كيفاش راهم طايبين، راهم يشهيو. وصفات هايلين الله يبارك، الكل يشكر في وصفات اليوم. كريمة بصحتهم. سمية ربي يحفظك، ديري لنا حاجة تاع كلاصاج. والله كنا نبوك إن شاء الله حلوية تاع كلاصاج. وعدوكم بهم ان شاء الله، راح نشوفوهم. احنا دائما نقولوا انه من الاحسن تكون هذه الوصفات الخفيفه كيما هذه الفطائر اللي طابوا. الله الله، والرائحه تاعهم ثاني راهي تشهي. هادو مازال ما ذقتهم، ما حبيتش ندق الباردي، مش تعرفوا باللي حبيت ندق سخونين. الله الله، باش نقول لكم على البنان. يعني على بالي شغل وليتوا تدوا يعني المعلومه من عندي، كي نقول بنينه تتعاود الوصفه. الوصفه تاع المشمش جربوها، ديروها كما قالت لكم باي فاكهه حبيتوها، وعاودوا رجعوا لي الخبر من ابن يعني لي تخت اللي كليتهم،
والفطائر ثاني راهم الله الله الريحه خلوني نشم عن حاجه خفيفه باش هكا كيما قلنا ما من ولادكم لا في الدار ولا خارج ولا الحلوم بعدو كناكل مالح بونس با ناكل مالح ولي والله علاش اه فكروني خفيفه اليوم تعمدت ندير حوايج خفاف راهي يشبوا لهذوك الفطائر اللي تلقاهم الله الله في تركيا شتي مستفين شتي يستفوهم شوفوا شوفوا وما تقولوا لي شوفوا كامل انا وحده من الناس اللي ستوما تاعي راهي وجعتني من المراقي الحموره صح والله العظيم بدات لي ستوما تاعي توجعني على بزاف طوماطيش بزاف مرقه حمراء كما قلنا هالدواره يعني كل ماكلتنا انا نقول لي كل موسم الشتاء تطلب هذوك بوتيتر بصح الصيف يبدا شلا يتقدم لهم وحده هكا يمتي تسالاد دو كوتي ومن بعد حاجة فاكهة هكا ماشي خير. نجي نعيش عندك كريمة نسمع في عمار كاع. عمار نديها لك ولا عليك بات الرياضة طيبي لي برك هكا والله غير واحد ما تندميش كاع ضحك الجوز. أكيد ربي يحفظك في العائلة حبيبتي. أنت وعمار باش ما يزعفش منك. شكرا شكرا حبيبتي أكيد إن شاء الله. تحية كذلك لزوجك رياض حبيبتي. من أطيب وأكرم الناس والله هاد ربي يخليكم بعضكم والله معرفتكم كنز ومعرفتكم يعني إضافة لينا والبرنامج. مش لكل الناس اللي يشوفوا يعني حتى لمستك في البرنامج خليتيها ما شاء الله عليها الكل يهتف باسمك بكامل الاسماء وتاكيد اللي شاف يعطيهم كامل الصحه وتحياتنا ليهم احنا دائما نقولوا انه البرنامج الوحيد اللي فيه عائله ما فيش منافسه لكن فيه دائما نقدموا الاحسن يعني كل شاف يقدم الاحسن شو يعني لما يكونوا اولادكم كامل ناجحين وكامل يقراوا بيان ويجيبوا كامل معدلات احنا هكا البرنامج قلت ماما انا جبت بيا الاخر ثاني طالب ويختلف شوفوا يختلف اعمارهم كاين هنا اللي صغيره عليا وكاين اللي كبيره عليا بصح توجور انا ماماهم توجور يحصلوا عندي انا للراي انا حبيبتي حبيبتي كلكم يعطيكم الصحه الوقت شحال راهو باش نديروا حسابنا يلا يقولوا لي مازال دقيقه كريمه كش ما تحبي تضيفي معلومه ولا شوفوا وصفه المحاشي وقتها نقول لكم عليه لانه الخضروات تاكلوها باحسن طريقه بهذه الطريقه يعني شوفوا فيها رز لداخل حاجة خفيفة اللحم مفروم قليل ماشي يعني فيها بزاف يعني حاجة اقتصادية كما نقولوا حنايا هذاك الفرش النعناع المعدنوس القارص يمد لكم حاجة بنينة تجبدوها ماكوش دايرين عشاء تبيسي هكاك تبيسي شلاضة شوية معجنات وما جوزتو العشاء يعني هذه تقعد ديروها كمية من الخضار حطوها في الفريجيدار وانتم تجبدوا وقت اللي تحبوا وبزاف خفيفة كي تذوقوها نتمنى تجربوها وصفه بزاف خفيفه الفطائر كانت حاجه بداو يخرجوا الدراري بداو يروحوا منا مع امهاتهم كما يقولوا فكره لما لا ديروها وتدوها معكم ولا من فكره العشاء مع شويه سلطه والحلو هذا انا نحبه مع بزاف كاين حوايج خفاف اللي حنديروهم في الصيف مع دي كلاص ويوجدوا رواحهم يوجدوا رواحهم اكيد شكرا لك كريمه وتحيه كامل الناس اللي راهم يشاهدوا فينا انا قبل ما ندخل للبرنامج لحقتني هذه الورقه اللي فرحتني وفي نفس الوقت رجعت لي واحد الأحاسيس كان عندي صديقي مصطفى كنت في البرنامج واحد الخطرة دخلت شغل هكا لحقني خبر وفاته من أعز الأصدقاء من الأخلاق من طيبة كله ما شاء الله عليه وفي لحظة زعفة لقى روحه مسكين في المستشفى ربي يعافيكم من شل ومن بعد ما بين ليلة ونهار مصطفى مات كيفاش وين دفنوه كذا ما كانش نعرف العائلة تاعو نعرف الوالدة نعرف خواتاتو نعرف بصح ما عندي حتى اتصال شي قعدت لي يقعدوا فقط هذوك لي سوفونير يقعدوا واليوم لحقتني هاد الورقة حتى ماما تعرفوا الكل يعني العائلة انصدمنا نهار اللي سمعنا خبر الوفاة هكا عيط في التليفون كنت رايحة فواياج عيط في التليفون قالوا لي مات فاليوم لحقتني هاد الورقة من عند أخته واسمها جميلة مبارك أخت المرحوم مصطفى قالت لي بزاف نحبك أختي سومية كي نشوفك نتفكر مصطفى ربي يرحمه ويرحم جميع الموتى مصطفى من أعز الناس لي حتى الزوج يعني يعرفوا يعني عندنا علاقة ما شاء الله عليها ربي يرحمه إن شاء الله يوسع عليه وتحيي كامل العائلة تاعو عائلة تاعو كانت في ولاية المدية وهاد الورقة جابها لي زميلي يعمل معايا رضا من لا ديفيزيون شكرا رضا وتحية كبيرة كبيرة لعائلته ربي يرحمه إن شاء الله ويرحم جميع الموتى يا رب أنا نقول لكم ما تزعفوش روحكم على حاجة ما تستاهلش كانت كذلك زارتنا سيدة قبل ما ندخل للبرنامج مريضة مسكينة مرض السرطان وعندها مشاكل وعندها ربي يعافينا ويعافيكم إن شاء الله ف
فالصحة هي الصح وما تنفعكم غير صحتكم، وحاجة ما تستاهل تزحفوا عليها رواحكم. هاد الكلمة دائما نقولها، والناس اللي ربما يؤذوا الناس أنا نقول خافوا ربي، خافوا ربي، لأنه كاين الله سبحانه وتعالى يحاسب بعباد، وكاين الله سبحانه وتعالى وشاهد على كل سيئة نقدموها للناس. فكونوا يعني بقلب طيب وحنوا قلوبكم كما يقولوا، الله يحنن القلوب إن شاء الله، والله يجمعنا دائما على الخير ويخلينا دائما. معليش نغلطوا ربما مع رواحنا، بلك نأذوا رواحنا ولا نديروا حاجة ماشي مليحة في رواحنا، بصح المعاملة تاعنا مع الناس دائما نقولوا لازم إن شاء الله تكون طيبة، وإن شاء الله الله لي يجعلنا نأذوا إنسان في حياتنا مدامنا حيين. روحوا على فاصل، جاتها كملاحظة فقط قلتها، روحوا على فاصل صغير وبعدها نتلقوا بكم على طاولة التقديم. وصفات خفيفة إن شاء الله يجربهم ويعجبهم كما قلتي، وشكرا لك على اليوم. شكرا حبيبتي، شكرا، جست هايله كالعاده، اكيد قسرة وحلاوه مع لي شيف. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بوصفات اليوم. انا نقول لكم تهلاو في روحتكم، تلاقوا غد، لا غدا ان شاء الله تلاقى معكم اسيا مع نورمالمون شيف ناديه، لكن ناديه راهي مسافره فراح تتلاقى بكم ان شاء الله مع الشيف بشرى، حتخدمكم لي يومين على التوالي، حتخدمكم يوم الثلاثاء والاربعاء ان شاء الله. اما كريمه ان شاء الله راح نتلاقاو بها نهار الخميس. تهلاو في روحكم، متابعه شيقه لبقيه البرامج. سلام.